بس السلام عليكم، كي داير عمو؟ لاباس؟ كلشي بخير؟ اي بقى اليوم جيت باش نشوف باباك البطل العالمي مجاهد محمد، وكيف ما عرفت كيف ما باباك بطل، حتى انت بطله في الجيمباز. اش كتمنى ان شاء الله في الحياه ديالك؟ كون بطله بحال بابا ونهز الرايه الوطن تاع المغرب واخا انا في ايطاليا. اليوم حنا في الاستضافه ديالو، واليوم انا فرحان وفرحان بزاف لانني جبت معايا حتى العائله ديالي، واستقبلنا البطل العالمي المجاهد محمد يعني بواحد الترحاب واحد الفرحه زعما ما تصورش. واليوم بغيت نوجه واحد الميساج كما سبق لي ووجهته قبل، بان البطل يعني ماشي انك تكون بطل فيما تتقن، لا، كتكون بطل في الاخلاق ديالك، لان البطل العالمي مجاهد محمد يعني رغم انه بطل عالمي 3 مرات و 360 مقابله احترافيه وبطل وحكم دولي، الا انه عنده واحد القلب طيب طيب بزاف، كيحسك بانك يعني ما كتحسش براسك غريب ملي كتجي عنده. وهذا ميساج للناس اللي فان ديال البطل العالمي مجاهد محمد. كنشكر الناس اللي في مدريد اللي قاموا بالتكريم ديال البطل العالمي مجاهد محمد، وكنتمناو من الناس جميعا يشجعوا البطل العالمي، لان باقي وباقي عنده ان شاء الله الكثير والكثير من العطاء. قدس. السلام عليكم، احنا الان كنتواجدوا في المنزل ديال الاخ والبطل الغني عن التعريف السي محمد مجاهد، البطل اللي عطى الكثير للرايه المغربيه وما استحقش هذاك الشيء اللي عطى، ولكن رغم هادشي كامل كيبقى بطل ذو جودة عالية ومن مواصفات الأبطال الكبار. أول شيء أنه بطل في الأخلاق ديالو، أنه استطاع يحمل ويستحوذ على القلوب ديال المغاربة من خلال الأخلاق ديالو. وأنا كما كنقول دائما أنه بطل في الأخلاق، الرياضة أخلاق قبل كل شيء. وكنشكرو على الاستضافة ديالو في المنزل ديالو، ولبي الدعوه ديالو في اي مناسبه، ان البيت ديالنا مفتوح ليه في اي وقت. شكرا للاخ محمد. حنا كنتواجد، السلام عليكم، حنا كنتواجدوا في الضيافه ديال الاخ مجاهد محمد البطل العالمي. كنشكروا على حسن الاستقبال وحسن الضيافه، الحمد لله انسان بمعنى الكلمه، الحمد لله على كل شيء. وشكرا للاستاذ. تنشكر جميع الاخوه المغاربه وخصوصا محمد حمدان المعروف عالميا، وكذلك الاخ ديالو عادل، وكذلك حسين، وكذلك الابن ديالو، وكذلك البنتي هبه البطله جهباز. رساله الى الشعب المغربي اللي تنشكرو بزاف على الحب ديالو والاهتمام ديالو، رغم ان مجاهد بعيد على الاعلام، بعيد على يعني بزاف الحوايج اللي تقرب منها اي بطل او فنان، ولكن الحب ديال الشعب المغربي هو افضل حاجه باش من يكون زعما الهدف ديالي هو باش نبان. بالعكس، الحب ديال الناس هو اللي تيجعلني دائما مع الاحباب ومن دائما مع الاصدقاء او الاحباب، خصوصا في فيسبوك او واتساب او جميع المواقع الاجتماعيه. لتنشكر الشباب المغربي وتنشكر كل واحد اللي تيساند مجاهد محمد واللي تيبعث لمحمد مجاهد، اللي تيهتم بجميع الاشياء ديال مجاهد محمد. والحمد لله ليس فقط يوجد مجاهد محمد كبطل عالمي سابق او الان، ولكن كاين ابطال داخل الوطن وخارج الوطن. وكما اقول دائما، ليس فقط ابطال العالميه يتواجدون خارج الوطن، بل داخل الوطن وخارج الوطن. والتحيه الى الشعب المغربي، وسنه سعيده وكل عام وانتم بخير.